ماما غادي تقول لها غير هي ان شاء الله حتى نوجبك. الميمة قالت لها قولي لهم مرحبا غير يجيو. وهنا بداو صراعات من طرفهم وزادوا حقدوا علينا. خويا تزاد الحمد لله بخير وعلى خير، سلمت على خويا اللي تزاد وبقات شاده وفرحانه به. ماما كانت غادي تحماق، واعوذ بالله من ديك الحاجه اللي كانت هزه، اعوذ بالله من شرها. وهنا فين ماما غادي تحلو لها العينين، غادي تجي هنا وبقلبيه، انت دابا باقا لابسه حوايجك وما قلباهمش، كيفاش انت مازال ما حماقيتيش؟ راه هادشي اللي عندك كارثه وفضيحه، واعوذ بالله من هادشي. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار دارك. قبل ما نبدا في الحكايه ديالنا ديال الليله، واش عرفتوا على هجوم درتوا ليا في التعليق نتاع اخر حكايه درت لكم؟ ما عندي ما يتسالكم، هكا كنبغيكم، كتفرحوني فاش كتفاعلوا معايا. وصراحه تلفتوني في شنو بغيتوا، بزاف منكم اللي قال قبل الفطور وبزاف منكم اللي قال من بعد الفطور. فباش نرضيو الطرفين وتبقاو لي على راحتكم، قلت باش انني نحطو قبل الفطور حيت كاين اللي كيبغيو يدوزوا معايا الوقت وهما في الكوزينه ديالهم. اما الناس اللي بغاو من بعد الفطور فانا كنقول لكم لما تساليو الشغالات ديالكم بالنهار وترتاحوا تفرجوا فيه بالليل، وهكا غادي نرضيكم بزوجكم وغادي تكونوا مرتاحين. المهم في هذا الشيء كله هو انني نونسكم ونسافروا في رحاب المصطفى هذا رمضان ان شاء الله، ونبدلوا فينا شي حاجه جديده ونعرفوا بزاف ديال الامور اللي ما كناش عارفينهم في سيره الحبيب. وحتى انا معكم، فخلي ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صحيح بس حكايتنا الليله هي اللي غادي تختار الاسم المستعار لها واللي هو بسمه. كتقول بسمه كلشي غادي يبدا منين بابا غادي يتزوج بماما. كان زواجهم على شكل تقليدي، هما ما كانوش كيعرفوا بعضهم وعمرهم ما تشوفوا. ماما خدامه كاستاذه وبابا خدام في شركه الاعداديه اللي كانت خدامه فيها ماما. كانت شافتها واحد السيده تما اللي كانت بانت ليها باقا عزبه وخدامه من نيتها، فهضرات معها وقالت ليها راه خو راجلي كيقلب على شي مرا باش انه يتزوج بها. ماما غادي تقول لها غير هي ان شاء الله حتى نوجبك. واحد الجيران قدام الميمه اللي هي ماما ماما غادي يكونوا تيجيو للعائله ديال راجل عمتي الله يرحمه، وهاد الجيران الله يعمرها سلعه، وكيدخلوا لدار جداتي وكيعرفوا حتى خوالاتي، يعني كنا على علاقه طيبه ما بيناتهم. غادي يقولوا ليها راه واحد السيد شنو كاين وشنو كاين وراه بغى بنتكم، زعما على ماما. الميمه قالت ليها قولي لهم مرحبا غير يجيو. وهاد السيد تخيلوا صدق هو نفس الشخص اللي هضرات عليه ديك السيده اللي خدامه مع ماما في المدرسه واللي هي مرت عمي دابا. دازت الخطبه اللي في هاد المده كان بابا كيوجد حوايجو باش انه يمشي لدارو الجديده عند ماما. كيلقى خوتو ودارهم عموما كل مره كينقصوا ليه من حوايجو شي حاجه، حتى لقى راسو في الاخير شي حاجه اللي هي قليله وكان ما كيقدر يقول حتى شي حاجه ما كيقدرش عليهم. المهم جا العرس ودوزوه، كان بابا هو اللي تيصرف على العائله ديالو، فمن بعد ما زوجوه غادي يندموا. في العرس ما غاديش يحضر ليه كلشي حتى من خوتو وخواتاتو، فكان عندهم هذا الامر عادي انهم ما يجوش بعذر منهم باللي عندهم المشاغل. من بعد ما دازت الحفله ماما وبابا غادي يروحوا لدارهم. دازوا شي شهوره وغادي تولد انا الاولى. في الاسبوع ديالي دار والدي الحفله اللي فيها من عائله بابا غادي يجيو جدودي وعمتي وحده من قشله ديال عمامي وعماماتي اللي ساكنين في نفس المدينه. ماما هنا بحال تقرصات شي شويه، غادي ترجع للور وغادي تولي دايره معاهم الحدود، لانهم في العرس داروا اعذار نقولوا نوعا ما تقبلوا، ولكن في مناسبه ديال بنت خوهم حتى هي غادي يلقاو ليها اعذار. هادشي خلاها تعرف بلي انهم غير تيكذبوا، وبقات شادها في قلبها. غادي يفوت هادشي، عماماتي وجده كانوا تيفرضوا على ماما باش انها تجي لعندهم، انهم يتغداو عندها، انها تلبس على الطوق ديالهم. ماما كانت كتفرض الشخصيه ديالها لانه عندها طريقه باش كتعيش الحياه ديالها وعندها الذوق ديالها اللي كيعجبها هي، فما يمكنش اللي قال ليها ديري شي حاجه غادي تنوض ديرها. فوق من هذا الشيء بابا غادي يتزير شي شويه ماديا لانه بداو المسؤوليات كيكبروا وعندو المصاريف ديال الاولويات في حياته جديده، وهذا الشيء خلاه باش انه ما يبقاش يعطي لامو واحد المبلغ كيف كانت يعطيه لها من قبل. ما بقاش كيجيب لهم التقضيه ولكن كان مكلف لهم بالماء والضو. وهنا بداو صراعات من طرفهم وزادوا حقدوا علينا، علما انه عندي عمامي وحد اخرين اللي هما ميسورين وعماماتي خدامات وما ناقصهم حتى شي خير. خوت بابا عمرهم تجرؤوا باش انهم يقولوا لبابا شي حاجه من هذا الشيء اللي ضرهم في قلبهم. المهم من بعدي انا ماما غادي تحمل بخويا، وبدات القضيه عندنا كعائله صغيره كتزير اكثر. بابا زاد زير جيبو شي شويه من ديك، عطي الفلوس جبد الفلوس دير هادي، وهذا طبيعي لانه المسؤوليات غاديين وتيكبروا، فالعائله ديالو غادي يفهموا هذا الامر بطريقه سلبيه. خويا تزاد الحمد لله بخير وعلى خير وبصحه جيده، فوق الاسبوع ديالو هنا غادي توقع شي حاجه اللي هي خريبه. جده اللي هي مت بابا ما غاديش تجي الاسبوع،
وخوتو كذلك. تخيلوا من غير عمتي وحده اللي هي الصغيره فيهم واللي كانت خدامه في واحد المدينه وحده اخرى غادي تجي لعندنا منين ومنين. سلمت على خويا اللي تزاد وبقات شاداه وفرحانه به واعتذرت بالاسم العائله علاش انهم ما حضروش. غير هو غادي يسالي اسبوع خويا بدات يمرض. سبحان الله كان بخير بصحته وما عنده حتى شي حاجه، ولكن فجاه صحته غادي تبدل. ماما هنا بدات كتجري به من طبيب لطبيب وهما تيقلبوا فيه كيسافروا به والروينه والبكا والجرى وكل شيء تيقول لهم بلي انه هذا البيبي راه مزيان وما فيهش حتى شي حاجه وما فاهمينش علاش هو اصلا مريض. اسبوع من بعد ديك العقيقه ديالو غادي يديموا الامانه امانته. ماما كانت غادي تحماق حيت ما فهمتش كيفاش وشنو وقع، خصوصا انه الاطباء اكدوا ليها بلي انه كل شيء بخير. جدتي اللي هي ماما ماما غادي تقول ليها اجي نديك لعند واحد الفقيه. فعلا غادي يمشيو لعندو حيت الحاله ديال ماما كانت يرثى لها. غير هما غادي يدخلوا مازال ما هضراتش ماما وهاد الفقيه ما كيعرف حتى شي حد فيهم. غادي يقول ليها انتيا بك واحد الحزن اللي هو عميق واللي سبابه ولدك الله يرحمه. ماما تصدمات وهنا عاد بقات كتعاود لي الاحداث كيفاش وقعوا. قال لها بلي هاد الشيء ما عنده حتى شي علاقه بالمرض، زعما داك المرض اللي يقدر يداويه الطبيب، ولكن اعطيني ودنيك وسمعيني شنو غادي نقول لك. هذه واحد المراه جات من بلاصه بعيده وهي قريبه من راجلك واللي كانت سمراء وشعرها كحل، وعطاها الوصف نتاع ديك عمتي الوحيده اللي جات زارتنا. قال ليها راه كانت هزه معاها شي حاجه اللي هي خبيته في الصاك ديالها واللي كانت بها مستهدفه ولدك، واعوذ بالله من ديك الحاجه اللي كانت هزه، اعوذ بالله من شرها، راها قبيحه لدرجه خياليه وهي اللي كانت سبب في وفاه ولدك. هنا كلشي غادي يتقلب فاش ماما عرفات بلي انه هاد العائله ما فيها ما يصلح، ولكن عمرها ما واجهتهم، قطعت رجليها معاهم، ما بقاش كتسول فيهم، وحتى هما نفس الحاجه. ديك مرات عمي اللي تكلمت لكم عليها في الاول هي اللي غادي تاكد لماما الحقائق باللي هاد الناس فعلا دايرين يديهم في يد الشيطان. وهنا فين ماما غادي تحلو لها العينين، ماما غادي تكمل حياتها من بعد غادي تحمل بختي وجات للدنيا. وهنا ما قدروش يزيدوا وليدات حيتاش من بعد ماما عرفات باللي انه عائله بابا كانوا دايرين لهم الطلاميص والسحر باش انهم ما يزيدوا يولدوا، وخصوصا ما يتزادش عندهم ذكر. تخيلوا علاش؟ خايفا من انهم لا هما ما يورثوش من عند بابا، علما انهم ما خاصهم حتى شي خير وغير شيط عليهم. ولكن كيف تيقول لك طمع طاعون. دازت الايام والسنين والصداع ولا ديما ما بين ماما وبابا، كل نهار الغوات كل نهار النقاشات. ما بقاش بابا كيحمل فينا الشعره، كان كيجي معطل من الخدمه وكيعاملنا بحال شي خدامات عنده، وانا كنت كنحس بهاد المقارنات. ابسط حاجه خصوصا فاش كنا كنتجمعوا مع العائله في الاعياد وهذه هي الحاجه الوحيده اللي كانت تجمعنا مع عائله بابا، كنت كنلاحظ هذا الفرق. علاش بابا انا بنتو ما كيعاملنيش مزيان كيف كيعامل ولاد عمامي وعمتي؟ باقا كنعقل واحد النهار كنت بغيت واحد الحاجه يشريها ليا، وهنا غادي يغوت عليا ويحيدها ليا من يدي ويعطيها لولد خوه حيت هو عجباته. هاد الحكايه غير باش نقربكم من الصوره. بابا بالليل بعد المرات تيخرج مع 12 ديال الليل وكيزدح علينا الباب وتيقول لنا باللي غادي نهز الساكي ونمشي في حالي، كرهتوني في عيشتي وما غادي تعرفوني فين مشيت، ونتهنى وتهنى حتى نتوما مني. عائلته ما وقفوش بالسحر ديالهم انهم حرموا والديا من ولدهم ومن انهم يزيدوا الاولاد، ولكن وصلت بهم الوقاحه انهم باغيين يطلقوا بابا وماما وباغيين بابا يكرهنا ويجري علينا وما يحمل فينا الشعره. راه حنا اللي بناتو، حنا اللي غادي نوقفوا معاه واللي غادي ندوموا ليه. وصلت 2014 بابا غادي يعرف اشنو داروا خواتاتو من شر، حتى مو شنو دارت ليه. كيفاش غادي يعرف؟ واحد السيد اللي كان خدام مع خوه وخواتاتو في هاد الامور اللي كان كيديهم يشوفوا السحاره والعياذ بالله، هو اللي قال ليه كل شيء من الصغيره لكبيره. وهنا بابا غادي يتقلب عليهم قلبه ديال بصح، ما غاديش يبقى يمشي عندهم ولا حتى يدوي معاهم، غادي يقطع معاهم الهضره لمده سنتين. حنا كنا ساكنين في نفس المدينه وديورنا بزوج كانوا بعاد على بعضياتهم 15 دقيقه بالطوموبيل، وهاد السنتين كلهم كان هو قاطعهم. حتى لواحد النهار وحده من خوتو كانت عايشه في الخارج كانت كتخدم الوراق ديالها باش تصايبهم اللي كانوا مخربقين، هي اللي غادي تدخل المغرب مع واحد عمي حتى هو كان ساكن في الخارج، غادي يجيو لعند بابا ويغوتوا عليه ويقولوا ليه على اساس اننا حنا بناتو كنحرشوه وباللي ماما ما كتسواش، وجميع الصفات القبيحه والكلام الرذي غادي يتهموا به ماما بلي انا كتسحر ليك وكتفعل ليك. بابا شدها في قلبه بديك الفقصه غادي تجي هنا وبقلبيه، طلع ليه السكر الكوليسترول، قلبه ما بقاش كيخدم مزيان، غادي ندخلوه للمستشفى. وهاد الوقت كله ماما كل نهار كانت غاديه جايه ما بين خدمتها والسبيطار اللي كان في واحد المدينه اللي هي قريبه لينا، كنت كنمشي معاها غير مره حيتاش كانت خصي الصغيره انا اللي كان خصني نقابلها مازال. وخوتو كانوا مره كيجيو كيشوفوه، كيجيبوا واحد القرعه ديال الماء ويقولوا ليه على سلامتك
وفاش ما كتكونش ماما كيبداو يقولوا عليها سحاره وراهي اللي دارت ليك وهي اللي مرضاتك ما تبقاش تاكل ماكلتها. هو كان كيزيد يتفقس من تما وهو مريض بالقلب وهاد الامراض اللي قلت لكم كامله. نهار غادي يخرج بابا من الانعاش ديك المدينه اللي كان هو في السبيطار كان ساكن فيها واحد عمي كان جا شافو وقال لي بابا انا غدا غادي نخرج. ما قدرش يقول لي انجيليكا خويا نديك ترتاح عندي ولو غير نهار اولا نتعرض لك نديك لدارك، علما انه عارف باللي غادي يضطر يشد الطاكسي باش يدخل للدار، علما انه بابا ضرب تمر على خوته كاملين. واحد ولد خالت ماما هو اللي غادي يشد الطوموبيل وغادي يخرج بابا يجيبو للدار، وهنا الزيارات ديال عمامي وعماماتي غادي كيبداو كيتكثروا. وماما كانت كل مره غادي تبدا كتوجد لهم الطبله وما كتخلي ما تحط لهم ورغم الاذى اللي يدوزوا عليها، وصديك الطبله كلها الماء هو الاخر ما كانوش تيشربوه. وقت ما كانت ليهم شي فرصه باش انهم ماما فاش كتدخل الكوزينه كنت نحس لهم انهم كيبداو كيهمسوا لبابا ما تاكلش ماكلتها هي اللي مرضاتك. بابا ما كانش كيتسوق ليهم وملاها غير مع صحته وعلاقته بدات كتحسن مع خوته واحد شويه. نهار غادي يمشي عند واحد زوج خوه غادي يلعبوا ليه بعقله وغادي يديروا ليه من جديد شي طلاميس من اول وجديد، وغيبدا يجي عندنا كيبدا ينوض الصداع، ولكن ماشي بحال الصداع اللي كان من قبل حيتاش عاقب لانه كاينه شي حاجه اللي بسببهم كتخليه يدير بحال هكا. تقدروا تسولوني كيفاش عرفت هادشي ديال السحر كله وهاد القصه؟ حيتاش هادو عامين كثروا من السحر والتعويذ ديالهم وماما قربت تحماق لو كان ما كانت الدعوه ديال الوالدين والرحمه ديال مولانا، حيت عارفه بلي انها شحال هي انسانه مزيانه وطيبه وقف معاها، حيت هذاك النوع ديال السحر اللي داروا ليها قبيح بزاف. وعيات ما دير في الرقيات حتى غادي تمشي عند واحد السيده اللي معروفه بالرقيه واللي غادي توجهها عند الصديقه ديالها وحده اخرى اللي كدير الرقيه وكتحيد السحر وكتبطلو. هاد السيده غادي تدي ماما عند هاد صاحبتها ودخلتها عندها وبقات هي جالسه كتسنى على برا. ماما غير هي دخلات غوتت على هذيك السيده، انتي لدابا باقا لابسه حوايجك وما قلباهمش، كيفاش انتي مازال ما حماقيتيش؟ راه هادشي اللي عندك كارثه وفضيحه واعوذ بالله من هادشي، الله يحفظ كل واحد من شر هاد الخلق. ماما هنا عرفت بلي انه القضيه ما كتبشرش بالخير، وبدات السيده معاها في الخدمه ديال انها تبطل ليها هاد السحر، وحتى انا بطلاتو ليا حيتاش كان داير ليا بزاف ديال العقبات في حياتي. دارت الرقيه لدارنا لماما لينا، قالت لينا بلي انه راه دافني ليكم السحور في الساس نتاع الدار فاش كانت كتبنى. مت ماما لما كانت كتجي مع بابا كان كيوريها وهو فرحان الارض والبني اللي بداو فيه، هي غادي تستغل هاد الفرصه وغادي ترمي شي طلاميس من تحت شي ساس اللي غادي يبنيو عليه. داكشي باش هاد المده كامله ما كانوش عايشين مزيان وكان ديما الصداع عندنا. المهم بقات محافظه على الرقيه ديالها وحتى حنا كذلك باش نحميو ريوسنا ونبقاو كلنا مزيانين. هاد المراه اللي كانت قالت ليها اش كاين ودارت ليها الرقيه كانت قالت لماما على الموت نتاع جده، قالت لها بلي مات راجلك هي العقل المدبر نتاع هادشي كامل وهي اللي قودت ولادها لهاد الشر وهي اللي حرضتهم. وفي هاد الوقت كانت جده ماتت، غادي تقول لها ايضا بلي انه ماتت حماتك بواحد الموته اللي كانت بشعه. وفعلا هادشي اللي كاين. القصه نتاع جده كيفاش ماتت كانوا عندها فطريات في ظفارها وكانت كداويهم، ولكن هاد الفطريات غادي ينتشروا ليها في الدات ديالها كلها يا ربي السلامه من راسها حتى لرجليها. فاش داوها لعند الطبيب ما عرفش السبب نتاعهم وعطوها بزاف ديال الدوايات فما بقاش كتقدر تمشى مزيان وشدات الفراش مده طويله وهي كتعاني. هاد الفطريات غادي ياكلوا ليها رجليها والرئه ديالها لدرجه انهم تقلصوا ليها. قال لهم الطبيب ما عندي ما ندير ليها، ديوها للدار تشبعوا مع بعضياتكم، الاجل راه قرب. اللهم لا شماته ولكن كان هذا هو الجزاء ديال الافعال ديالها، ودات يديها في يد الشيطان وحرضت ولادها وبناتها ودتهم طريق الكفر والشيطان. ايضا الخلاصه نتاع هذه القصه انه العاقبه ديال ولادها ما خرجتش على خير، زوج عماماتي ما تزوجوش، ربي حرمهم من انهم يكونوا عائله جزاء حتى هم على الافعال ديالهم. عمتي الاخرى اللي كاينه في الخارج حتى هي ما تزوجاتش، عمتي الوحيده اللي تزوجات راجلها مات وخلى ليها زوج ديال الاولاد اللي كبر مني بزاف، غادي تبلى فيهم لا خدمه لا مستقبل. واحد من ولادها خرج من الخدمه والثاني كان تيحماق على واحد البنيته وحتى هي، ولكن عمتي ما بغاتش بطبيعه الحال، ما قالتش لا ولكن استعنت بالسحر حتى فرقات عليها. علاش؟ ببساطه لانه عائلتها ما معروفاش وما يصلحوش انهم يتناسبوا معاهم وما تيسكنوش في واحد الحي اللي وراقي. هاد عمتي غادي تطيح عليها فكره جهنميه، غادي يمشيو يخطبوا هاد البنيته. مت العريس اللي هي عمتي كانت داية معاها شوطين ديالها في ساكها، هو تقضى داكشي اللي تقضى، دبزت الخطيبه ديالو مع ولدها وتفرقوا وتما كره حياته ودخل البليه. هي اليوم غير كتجري من موراهم بزوج وهما غير تيطلبوا لها الفلوس وكيسوسوا لها جيبها وديما تيغوتوا عليها وكيجيبوا لها اعزكم الله الخمر تا
ترفض دارها. خلاصة أن الله كينصر كل مظلوم. أما عمامي غادي يبليهم مولانا في ولادهم لقرية على مستوى اللي كانوا تحلموا به والديهم. أنا الحمد لله مولانا سهل عليا، خرجت من المغرب بنقاط مزيانين وسط من هالدوامة كلها وهذا الشيء كله، والدي كانوا مسانديني وداروا لي في جهدهم باش أنهم يوصلوني. وخاص خوت بابا ساقول خبر بلي أنني جيت للغربة، وعمر شي حد فيهم ما زد التليفون وسول فيه شنو خصك ولا جي جلسي عندنا. العائلة دارت باش تساندنا باش نتعاونوا مع بعضياتنا، ولكن الحمد لله لقيت الخير في البراني. أما أختي حتى هي الحمد لله كتقرأ مزيان وكتجيب نقاط متميزة. الحمد لله اليوم كنعيشوا وسط السلام في دارنا، داك السلام مش هادي وحنا كنا مفقدينه. من بعد ما ماما صرحت بابا وقالت لي بلي انهم خوتك خصهم يبعدوا علينا، وانت راه خوتك هادوك بيناتكم وصله الرحم راه واجبه عليك، انا وبناتي يعطيونا اتساع حيتاش اداوني واداوهم وديما تيطيحوا بينا وانت ما كيعطوكش قيمه، وانا هادشي ما راضياش عليه لا ليك ولا علينا. بابا انسان طيب ويديه سخيه، وداكشي اللي كان واقع علينا معاه كان بزز منه وحنا كنا مفهمين هذا الامر. والدي دوك الاعمال ديال الخير وقلبهم طيب وداك الصبر اللي صبروا ربي جزاهم انه وقف معاهم ومع بنيتهم اللي هما حنا، وهادشي كله اللي طرا لينا هو لحكمه ما من عند مولانا. انا استفدت بلي انه ربي ما تيسد حتى شي باب حتى كيفتح بيبان واحد اخرين، واخا كتكون الفقصه والمشاكل بزاف ديال الامور وكتبدا تقول علاش يا ربي، لكن مور هادشي كله مخبي لك غير الخير، واللي زرع شي حاجه راه حتى ياكلها منها طال الزمان ولا قصار، سواء كانت فيها خير ولا شر. صراحه هاد الفتره كلها اللي دوز علمتني بزاف ديال الحوايج، وخلاتني باش نعرف انه شكون اللي قريب مني وشكون اللي بعيد عليا، خلاتني نوزن كل واحد ونحط كل واحد في مقامه. هذه حكايتي، كنتمنى انكم استفدتوا منها. وهذه هي حكايه بسمه. قالت لي بسمه بغيت نختار هذا الاسم لانه فعلا اليوم ولا تعبر عليا، هذا هو سبب اختياري ليه. وصراحه بقى عندي ما نزيد في هذه الحكايه لانه كيفما تدين تدان، كل شيء قالته بسمه دورك الدور، واللي دار شي حاجه ربي كيرجعها ليه. الدار اللي ما تيخرج من هذه الدنيا حتى ربي كيفرج المظلوم فيه طال الزمان ولا قصار. اذا كنتي حاليا كدوز مشي فتره بحال هذه صبر وحني راسك، كيف تنقول لكم دائما كيف العاده، حيتاش في الاخير ربي غادي ينصرك. اللهم ما تكون مظلوم ولا تكون ظالم. اخيرا بغيت نقول شكرا بسمع للحكايه ديالها لانها ايجابيه، وما كرهتش اذا كان فيكم شي حد كيتابعني وعنده قصه ايجابيه انه من بعد معاناه او من بعد مشاكل بزاف ديال الحوايج في الاخير ربي فرجها عليه، او لا في الاخير جا شي خير كبير انه يشارك معنا هذه القصه. انا حاليا محتاجه قصص اللي يكونوا النهايه تجيلهم فيهم امل. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.